بدي اخذ رايكم بالاول انه احنا نكمل الماده كلها ونمتحن بها شهري، لو نوقف الفتحه نمتحن شهري لازم ناخذ شهر اول، يعني تدرون انتم بعد ما بيها مجال. بقيه المواد كلها امتحنتوها؟ لو بعد اكو مواد ما امتحنتوها شهري ها شباب؟ بعد بعد العضويه ولا عضويه بعد ما امتحنتوها؟ والفيزياء بعد بس بلشت اي هذا بلشت امتحانات شهري. هي بلشنا هواي مواد امتحناها. تمام، بالنسبه للحاسوب احنا مو احنا عندنا الحاسب، عندنا الوورد وعندنا الباوربوينت لازم ناخذه بالكورس الاول، لان الكورس الثاني راح ناخذ اكسل ان شاء الله. فعندنا بعد منزمه الباوربوينت كلش سهله، هي كلها 5 صفحات يعني. فتحبون نكمل الوورد كله ونمتحن به شهر اول، بعدين نكمل الباوربوينت شهر، يعني اخاف اكو شهر ثاني ما اعرف لحد الان ما نعرف تفاصيل اللي راح تصير. زين؟ حتى يصير به امتحان نهائي. تمام استاذ، لعد نمتحن بالوورد شهر اول وبالباوربوينت شهر ثاني. ها يعني نكمل الوورد، هي ترى كلها منزمه هاي. اني للامانه قلت لكم هي اذا نشعل منهج هواي، بس اني هاي مالتنا هاي اللي انطيتكم اياها، هاي احنا نعتمدها للدراسات العليا، لما يقدمون للدراسات العليا نسوي لهم دوره كفاءه حاسوب مختصره، يعني حتى بس يعني نعطيهم الزبده مالت الوورد حتى يفهمون. فاني هذا اللي اريده وياكم، انه احنا نعطيكم بس الزبده حتى تتعلم انت شلون تشتغل شلون تسوي وورد، يعني شغلات بسيطه ما راح نتوسع بالموضوع. يعني انتم اول وتالي راح اذا توسعنا راح تدوخون بها وبالامتحان يعني يصير عليكم شويه ضغط يعني. فاريد تكون محاضراتنا خفيفه، اي اريد تكون محاضراتنا خفيفه وما ناخذ بها تفاصيل هوايه، يعني فقط الشغلات الضروريه اللي انت تحتاجوها حتى تكتب تقرير، حتى تسوي لك فد يعني صفحه صفحتين تقدر تكتبها وتنسقها. تمام ماشي، لذلك هاي لذلك هاي كافيه، يعني هاي مالتنا مال مركز الحاسبه، يعني ان شاء الله بالنسبه للوورد كافيه. يعني اكو طلاب ما عندهم حاسبه يكتفون بالملزمه هاي ال 15 صفحه؟ اي حتى لو يدرخوها الملزمه ما عندنا مشكله، بس تدري اللي يلتزم بالحاسبه ويانا ياخذ محاضرات ويانا لما يروح يقرا الملزمه، يعني احنا لما حكينا مثلا بالمحاضره السابقه يعني تذكرون راح كنا من الادراج وحكينا شلون نجيب صوره شلون نغيرها شلون نجيب شكل ونخلي به كتابه مثلا، شلون رحنا سوينا لقطه شاشه واخذنا صوره. فهاي الامور لما نحن نشرحها عملي وانت تشوفها مباشر تطبيق عملي يعني ويانا، لما تجي تقراها بالملزمه كلش سهله، يعني لما تجي على ادراج بس تباوع على صوره على اشكال على لقطه شاشه انت تتذكر المحاضره، فراح تصير مراجعتك كلش سهله. بس اللي ما حاضر ويانا راح يجي باوع لقطه الشاشه شنو؟ ما يدري هي شنو وظيفتها شلون راح تسوي مثلا. زين؟ فاكيد اكيد المحاضره تفيد، يعني واحد انت لا تضيعوها بكل الاحوال سواء يمي او يم غيري، يعني المحاضرات المباشره تخفف لك بعدين تخفف لك هوايه بالمراجعه مالتك للامتحان. ماشي شباب، خلينا ناخذ لنا هم فد شي اليوم حتى نكمل الادراج ان شاء الله. وحتى تبقى لنا في محاضرتين، البقيه ما راح ناخذ بها تفاصيل هواي تخطيط الصفحه هاي، يعني بمحاضرتين ان شاء الله انها، لان هي اكثر شيء عندنا الادراج هو بالهوسه وبالمشاكل، يعني بتفاصيل هواي، البقيه ان شاء الله يعني مو كلش بها تفاصيل، ناخذ من كل واحده في يعني شغله شغلتين مو اكثر. نجي وين هسه؟ باعوا وياي، راح هسه مفتوحه قدامكم صفحه الوورد شباب. تمام تمام. هسه راح نجي وين؟ عندي الارتباط التشعبي. هسه كملنا هاي اول شيء اللي هي رسومات توضيحيه. هسه المجموعه الثانيه مجموعه ارتباطات. مجموعه ارتباطات كلش سهله هي. انا عندي اخلي هاي الكلمه عباره عن ارتباط مع ملف ثاني، مع صفحه انترنت، مع كلمه ثانيه. ماشي، شنو فائدتها؟ يعني مثلا انا عندي بحث مالتي. شويه وياه بس ركزوا حتى تفهمون الارتباط التشعبي. وطبعا انا بالامتحان ما جبت تفاصيلها، بس ممكن اقول لك منين نسوي ارتباط تشعبي، تقول لي من مجموعه ارتباطات، يعني من ادراج مجموعه ارتباطات نقدر نسوي ارتباط تشعبي. هاي فقط اللي تجي بالامتحان، لكن انت تفيدك ممكن بشغلك. يعني مثلا انا عندي بحث كلش كبير اكثر من 100 صفحه، بالبدايه انا مخلي المحتويات
كاتب المقدمه، الفصل الاول، الفصل الثاني، كذا، مو هيك المصادر. زين، لما اريد انتقل الها مثلا انا بالصفحه الاولى واريد انتقل للمصادر بالصفحه الاخيره، فلازم ليش انا اروح اقلب؟ يعني من انا باعه لازم من انا انزل اروح للصفحه الاخيره حتى اوصل للمصادر؟ لا، انا نفس هاي، نفرض هنا، خليها نلغي هسه هاي، نفرض هنا انا مثلا قلت المقدمه مثلا واحد، خليها هيك يمين يسار انه حتى تفهمون الفكره وما نطول بيها. هسه مثلا عندي مثلا خلينا نقول احنا المحتويات مثلا واحد، المقدمه مثلا، ماشي؟ لا عفوا استاذ، اي وين؟ لا عفوا دكتور، الصفحه للصوره يعني اكو شويه ديلي، خاب بس يم الشباب البقيه اوكي لو اكو مشكله تتاخر حتى تطلع صوره يعني حتى تتغير. اكو ديلي بالصوره، هو مشكله مو من يمك، مشكله بالانترنت، لان بينج عالي فدا يصير تاخير. والله هو لان انترنت، احنا ندري بالموضوع. انا اصلا يعني حتى لما فتحت بالقوه، يلا فتحت ميت وشاركت الشاشه وكذا، تاخرت لان جربتي عندي الملف مالتكم حتى اصعد لكم يا علي كلاس روم، يعني طول بصراحه، يعني مو على الملف يعني كلش صغير. زين، صار النت كلش تعبان هالفتره. اي تقريبا صار له اسبوع كلش ضعيف. تمام تمام تمام، احنا ان شاء الله على كيفنا راح نشرح. عفوا استاذ اشرب، حضور ما جاي يفتح يمي. ماشي، خليه بنهايه المحاضره، اذا ما فتح انا اضيفك يدوي، ماكو مشكله تديرين بال. ماشي، حياكم. مثلا باو عندي هنا المقدمه، عندي خلينا نقول فكتبت الفصل الاول، ماشي، وهنا مثلا خلينا نقول المصادر. اوكي، هسه مثلا اني من هذا كتبت خلينا نقول هاي محتويات البحث مالتي، انا اريد من ذني مباشره لما اريد انتقل للمصادر اضغط على المصادر يحولني للصفحه الاخيره اللي هي المصادر. مثلا هنا مثلا خلينا نفرض هاي هي الصفحه الاخيره اللي هي المصادر، ماشي. مثلا هاي المصادر ويا شويه حتى بس افهمكم شنو الارتباط التشعبي منا. احنا موضوعنا وين؟ ادراج. موضوعنا شنو الارتباط التشعبي وشنو اشاره مرجعيه؟ فاني عندي الارتباط التشعبي اولا، اما اسوي اشاره مرجعيه واروح اسوي ارتباط وياها، هاي اذا عندي فد كلمه مرتبطه بكلمه او بمستند، او اذا عندي مثلا خلينا ناخذ اول وحده اللي هي ارتباط تشعبي، انه انا عندي اريد ملف بالحاسبه مالتي او بالانترنت اريد خلال ضغطه واحده اوصل له عن طريق الوورد هنا. زين، خل ننزل هنا، راح شو اسوي؟ راح اروح الى ارتباط تشعبي وياي. زين، ارتباط تشعبي، نفرض انا الملف مالتكم هسه اللي دا اشتغل عليه اريد اوصل له بسهوله، يعني اللي هو بالحاسبه مالتي، باع هو وين موجود؟ خلينا نقول انا اخليه بالدي وبالمحاضرات، المهم هسه راح نوصل له. فاني راح اقول له اسوي الارتباط تشعبي، هنا انا راح اسميه اسم النص، اسميه الكيمياء، هذا الرابط راح اسميه الكيمياء. زين، وين راح يروح؟ راح اقول له روح لي مثلا، شوف انا عندي وين، عندي بدي، شوف بدي عندي محاضرات عقيل، محاضرات العلوم مثلا، حتى بس اوصل، لا العفو انا خليته طلعتها برا. مثلا عندي هاي 2021، هاي المحاضرات الجديده مالتنا، الكيمياء، هاي الكيمياء عندي، دول باعوا دول 3 فولدرات خاصه بكم انتم للكيمياء، ماشي. فهنا انا راح اقول له هذا انطاني الرابط مالته، العنوان صار هذا العنوان، انه هو الدي الفولدر اللي اسمه 2021 الكيمياء، ماشي. راح اقول له موافق. شوف شنو اللي صار عندي، صارت عندي هاي الكيمياء صارت على شكل رابط، لما انقر عليه راح يوديني للفولدر مالتي، راسا راح يفتح لي الفولدر مالتي، قال لي شوف ده يقول لي هذا عباره عن فولدر، هو هذا موجود بدي فولدر اسمه 2021 بداخل شيء اسمه الكيمياء. راح اضغط على مفتاح كنترول، طلعت لي هاي الايد، انقر عليها واقول له نعم. شوف مباشره راح يحولني على الفولدر، يعني ما كان ما اروح ادور له الفولدر، مثلا انا لازم انتقل للدي وبعدين لل 2021 للكيمياء حتى الاقي ذوله. فممكن انا مرتب محاضراتي بالوورد،
زين مرتب الفولدرات مالتي، بس انقر عليها هو مباشره يوديني للمكان اللي اريده. طبعا هذا اذا هي شرط اسوي، اذا ابدا اسوي عباره عن رابط انترنت فممكن اروح اجيب الرابط انسخه وانزله، يعني اروح لهنا راح اقول له ارتباط تشعبي، ممكن اروح اجيب رابط انترنت انزله هنا، او ايضا انطي كلمه محدده مثلا، خلينا نقول مثلا راح اروح لاي رابط، خلينا نقول مثلا جامعه الانبار، زين مثلا هذا الحضور مالتكم او هذا حتى الميت، نفرض هذا الميت، هذا الرابط الميت الخاص بكم انتم، بس انا بس اخذت نسخ راح اجيبه هنا وراح اكتب علي العنوان مالته هنا رابط محاضره مثلا الكيمياء الحاسوب الاخر، ماشي سميت هنا رابط محاضره الحاسوب زين، وقلت له موافق، باش طلع لي، طلع لي رابط محاضره الحاسوب، انطيته اسم وربطته ويا موقع. هسه لما اضغط كنترول طلعت لي هاي الايد، شوفوها لما اضغط كنترول طلعت لي الايد، اضغط عليها راح يحولني على الرابط مالتكم على المحاضره مالتكم، بس انا مسوي لكم شير بس هاي، بس هو راح يحولني على الرابط الميت مالتكم، ماشي يعني مفهومه؟ يعني انا اقدر نفس العنوان اخذه واغير الاسم مالته بحيث هنا مكتوب اسم بس يربطني بمكان ثاني. شباب مفهومة لو اعيدها بسرعة؟ يعني بس الارتباط عافية، هو نفس الرابط، اما عندي رابط انترنت بس انطيه هنا، شوف النص المطلوب هنا انطيه اسم وانطيه رابط هنا جوه. هاي اذا انا اريد رابط انترنت اطلع خارج الحاسبة مالتي اريد رابط انترنت، لكن انا اذا اريد اسوي اسم مثل ما قلت لكم انا شوف ايش كتبت هنا، انا باورو هاي الكيمياء، هاي الكيمياء زين، انا شلون سويتها؟ سويت ارتباط تشعبي سميت اسمها الكيمياء هنا وربط لي اياها هنا، سويت اسمها الكيمياء وربطتها وين؟ رحت دورت لها وين؟ بالفولدرات مالتي لقيتها. فلما وصلتها هاي الكلمه راح توصلني للفولدر مالتي، لان انا قلت لها هاي الكلمه عباره عن فولدر موجود بالحاسبه مالتي بفلان مكان، فلما انقر على الكنترول تطلع لي هاي الايد، اضغط ضغطتين راح يقول لي توصل الملف، اقول له نعم. هسه انتم ما يطلع منكم، بس انا هسه ايش سوى؟ حولني وداني قبل وداني على الفولدر مالتي. عفوا دكتور الصوره واقفه، هسه الصوره واقفه تسوي مشاركه جديده يعني؟ يعني ما تطلع بس الوورد طالع قدامكم دكتور. عفوا دكتور عيدنا الطريقه، هيدي الطريقه هي رسيتو دكتور اذا ماكو زحمه، لانه السرعه تتاخر، الشرح مالك يتاخر يعني كلامك والصوره ما تتناسق زين. ماشي خلي بس نلغي نوقف الشير ونرجع نشير من جديد، اخاف اكو مشكله. ماشي تمام استاذ. هو الظاهر يم الكل انه ضعيف يعني مو بس هنا يم. زين هسه راح نرجع نسوي مشاركه، هلا اشارك لكم الشاشه كلها على مود اخاف اكو شيء تشوفوه دا اشوف من الشاشه باكملها. هسه اوكي يعني واضحه؟ هسه واضح. تمام زين، راح نعيد الشرح شويه بسرعه، قلت لكم هذا يفيدكم انتم اذا تشتغلون في شغله كلش حلوه. هي عندي ارتباط تشعبي شنو معناته؟ معناته انه انا اسوي لي فد ناس كلمه واربطها ويا فولدر موجود عندي بحاسبتي او اربطها بموقع انترنت. اوكي مفهومه؟ واضح الصوت؟ واضح 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 تمام. ايش راح نسوي هسه؟ راح مثلا انا اسوي ارتباط تشعبي باوعي، يعني راح اقول له ارتباط تشعبي، راح ناخذ اول خيار اللي هي باوع ملف موجود او صفحه ويب، راح نشتغل على ملف موجود عندي بالحاسبه مالتي. عندي ملف هنا اسمه بالدي زين مثلا بدي هاي 2021 محاضرات جديده الكيمياء، هذا ملف اسمه الكيمياء زين، فولدر العفو فولدر اسمه الكيمياء.
شوفوا اللي بيها بالحضور مالتكم الصور وبمحاضرات مالتكم انتوا تخصكم انتوا. اريد اني اخليه على شكل رابط يمي لما انقر علي قبل يوديني اليه. فراح اقول له طبعا اقدر اغير الاسم هذا، اقدر اشيل هاي الهوسه كلها اكتب بس الكيمياء مثلا، لان يقول لي هنا انت ممكن تنطي اسم منها تحدد وين هذا الفولدر موجود زين. وهنا هذا الرابط اهم شيء، وهذا الرابط يكون صحيح الجوال هذا العنوان. لما كملت كل شيء راح اقول له موافق. ايش راح يصير هسه هنا؟ كبرها شوي حتى تشوفوها زين. صار عندي هذا الكيمياء على شكل رابط لان سويت الارتباط التشعبي. يقول لي اضغط كنترول، اضغط كنترول تطلع لي هاي علامه الايد، راح اضغط علي راح يحولني وين تشوفون وياي هسه وين حولني؟ على الحاسبه مالتي قبل وداني على الفولدر مالتي اللي هو الكيمياء اللي بيه حضور وصور ومحاضرات. مفهومه هاي اول طريقه؟ واضحه؟ واضحه استاذ. واضحه دكتور. واضح خوش حكي. هذا بالنسبه للكيمياء زين. عندي موقع مثلا الميت مالتكم هسه اللي اريد ادخل مثلا هنا اكتب لكم اياه من ضمن المحاضرات، اقول لكم رابط الميت، رابط العفو المحاضره مالتنا هو هذا، واكتب لكم اياه كتابه لما تنقرون عليه يروح يفتح لكم الرابط مالت المحاضره مالتكم. شلون راح نسويها؟ راح اروح اول شيء لازم اروح اجيب الرابط، راح اروح للميت هذا الاجتماع، راح اجيب اقول له كنترول سي واجيب الرابط مال الاجتماع. هنا انا راح اقول له ارتباط تشعبي اسميه من عندي، اقول رابط محاضره الحاسوب ماشي، هذا سميته. هنا انا ما يحتاج انا انطي لان انا اريد بس عنوان عندي، يعني صار صفحه ويب يعني مو من الحاسبه مالتي، راح اخذ العنوان من الانترنت. فراح اقول اريد هذا العنوان، النص هذا رابط محاضره الحاسوب اربط لي اياه ويا هذا العنوان، راح اقول له موافق. شوف شنو اللي صار رابط محاضرة الحاسوب ماشي. هسه المفروض لما ننقر عليها، لما ننقر على هذا الرابط شوف شو سوى، فتح لي الصفحة مباشر. اوكي بحيث انت لما عندك انا كاتب لك فد بالمحاضرات انه هذا الرابط وانت فاتح موبايل او فاتح حاسوب ما يحتاج تيجي تاخذ نسخ او تروح تكتبه كتابة، بس تنقر عليه هو راح يحولك، يعني بس تكتب هنا كنترول بالكيبورد وتنقر عليه نقرتين هو راح يحولك رأسا، راح يفتح لك الرابط مال الانترنت. هاي هم مفهومة يا شباب بنات؟ يعني ماكو ديلي ان شاء الله. اوكي يعني الصوت واضح شنو؟ بس تعيد هاي الخطوة الأخيرة. كنت نايم انت؟ لا ما فهمت والله. يلا اوكي ما يخالف بابا وياي. الاولى فهمتها مالت الفولدر اذا انا عندي بحاسب شلون اروح مو هيجي؟ فهمت بس عمود الرابط عاشت. تمام عاشتك. الرابط شلون اني اسوي فد كتابه من عندي واربطها برابط مال الانترنت؟ اول شيء اروح اجيب الرابط، رحنا لهنا مثلا احنا قلنا الرابط مال الاجتماع، حتى اقول لكم هذا رابط الاجتماع مالتكم، راح اروح انسخ الرابط وارجع لهنا زين. راح انزل راح اقول ارتباط تشعبي حتى نعوف هذا نبدا جديد، راح اقول ارتباط تشعبي، راح اقول هنا انا مثلا رابط المحاضره بس ماشي. وهنا جوا بالعنوان اقول له هذا العنوان مال رابط المحاضره واقول له موافق. صار تشوفوا عندي شيء اسمه رابط المحاضره مرتبط ويا العنوان مالت الانترنت. راح اضغط على كنترول منها طلعت لي هاي الايد، بس اضغط كنترول بالكيبورد طلعت لي هاي مثل الايد، راح انقر عليه شوفوا فتح لي هسه رابط الانترنت. سهله وهي الفكره يعني فد حلوه وسهله تستفادوا منها. مفهومه شباب بنات مفهومه؟ تمام سهل. خير ان شاء الله. هاي بالنسبه اذا انا ارتبطت ويا ملف خارجي خارج النص مالتي خارج الوورد مالتي هذا زين. لكن نرجع هسه على حكايتنا قبل شويه انه مثلا انا شلون اريد لما اضغط على المصادر بنفس الفولدر بنفس الفايل مالتي، لما المقدمه يوديني قبل على المقدمه، لما اضغط على المصادر قبل يحولني على المصادر ماشي. هنا أنا لازم اسوي في شيء اشاره مرجعيه اللي هي عباره عن كلمه مثلا زين وتحولني وين هي راح تحولني للمكان اللي اريده. فاول شيء لازم اسوي شيء اسمه اشاره مرجعيه، يعني راح اروح وين للمصادر. المصادر نفرض امشي بالملف هي اخر شيء صار المصادر، راح اقول هاي المصادر احددها هيك المصادر اشرها
واقولها اقول له سوي لي اشاره مرجعيه لها منها اشاره مرجعيه زين. طبعا اقدر هم اسميها اسم الاشاره المرجعيه مالتك شنو اسميها نفسها اقول له المصادر حتى ما ندخل الموضوع المصادر زين. راح اقول له اضافه هسه شوف وين راح نلاقي الاشاره المرجعيه هسه راح اشوفكم اياها. راح اقول له اضافه نفرض هنا المصادر طبعا هنا عندي يعني مثلا هالشيء 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 كذا اوكي هالشيء هالشيء كذا اوكي هاي المصادر مالتي. بس اريد اني لما انقر على كلمه مصادر هنا جوجل يحولني على اخر صفحه يوصلني للمصادر بنفس الطريقه ذيك انطيتها اشاره مرجعيه. هاي ايش راح انطيها هاي المصادر راح اقول له ارتباط تشعبي على مود اربطها ويا المصادر مو هيك راح اقول له ارتباط تشعبي. شوفوا ما اروح اول وحده احنا راح نعوفها انه ملف موجود او صفحه ويب ها راح اعوفها. راح اخذ ثاني وحده مكان في هذا المستند تشوفون هاي شكو شيء انا مسوي له اشاره مرجعيه راح يجي يمي هنا يعني المصادر ايش راح اسوي هاي المحتويات البحث المقدمه ايش اسمه الفصل الاول الثاني الثالث كلها اروح لها واسوي لها اشارات مرجعيه واجي بنفس الطريقه هاي اروح احددها حتى يربطنا وياها. راح ناخذ بس المصادر راح انا اشاره مرجعيه عندي فقط شيء واحد اللي هو المصادر فراح اقول له اربط لي هاي الكلمه اللي انا حددتها كلمه المصادر اربط لي اياها ويا الاشاره المرجعيه اللي اسمها مصادر هاي راح اقول له موافق اوكي. شوف شو اللي صار هم صار على شكل رابط لكن لما انقر عليه وين يوديني وداني للمصادر على اخر صفحه. اذا هذا الانتقال بداخل الفولدر نفسه. هسه لو هنا مثلا عفكم المصادر لو هنا خلينا نعيدها بسرعه لو هنا مثلا انا عندي مثلا الفصل الاول مثلا إيه؟ هذا عندي الفصل الأول خلينا نكبره شوفوا مو هذا الفصل الأول أول شيء أعتبره إشارة مرجعية أقول له هذا سوي لي إياه راح ناخذ كنترول سي راح ناخذ نسوي هنا إشارة مرجعية زين اسمه الفصل الأول هو طبعا هي بس الشرف ما ياخذه يعني بس هذا الفصل مثلا خلينا نقول فصل واحد راح اقول له اضافه اول شيء اشاره مرجعيه سويت اضافه اروح وين اصعد لي فوق اقول له هذا كلمه الفصل الاول هاي سوي لي ارتباط ويا الاشاره المرجعيه اللي اسمها الفصل واحد ماشي كانت هنا رجعت على مكان في هذا المستند شوفوا صارت عندي اشاره مرجعيه مصادر وصارت عندي اشاره مرجعيه فصل اول اقول له اشاره مرجعيه ويا الفصل الاول راح اقول له موافق ماشي. لما انقر على الفصل الاول راسا حولني على الفصل الاول اللي هو هنا خلينا نقول صفحه 20 30 كذا مفهومه يا شباب انه اني انطي بالبدايه اشاره مرجعيه وبعدين اروح اربط اسوي ربط لهاي الاشاره المرجعيه مفهومه لو اكو بها اشكال شباب بنات شباب بنات احد عنده اشكال حتى نعيد بس شلون اسوي نعم. ربط الربط شلون اسويه؟ اي الربط اول شيء يعني اول شيء انا لازم عندي مكان اريد اروح له بالفولدر مالتي بالملف مالتي يعني قلت لكم هسه خلينا ناخذ هو المصادر مثلا المصادر هي اخر شيء فانا حتى اروح ادور لها انا واقف بالبدايه فليش اروح انتقل حتى اروح المصادر اخر وحده؟ لا اريد من انا من اضغط على كلمه مصادر هيك قبل يحولني على المصادر اللي هي اخر وحده هذا اللي اريده مو هيك شيء متفقين بالبدايه؟ هاي فهمت استاذ بس يعني هسه رجعت على اخر شيء المصادر وسويت له إيه. اشاره مرجعيه عافيه راح اجي على المصادر إيه. واروح اقول له اشاره مرجعيه النوبة. صحيت البدايه بس بدي اسوي شلون الربط هو هذا الربط هسه انا سويت اشاره مرجعيه اسمها إيه. مصادر انت فاهمها مو؟ رجعت لي فوق جيت على المصادر هاي جيت على المصادر هاي اشرتها قلت له سوي لي ارتباط تشعبي سوي لي ارتباط تشعبي ارتباط تمام ارتباط تشعبي احنا قبل شوي لما كنا رحنا على الموقع ورحنا على الملف الكيمي كنا واقفين هنا على اول وحده اللي هي هاي ملف موجود او صفحه ويب راح اختار ثاني وحده اللي هي اسمها مكان في هذا المستند هذا اللي يهمني راح انقر عليها قال لي انت مسوي اشاره مرجعيه الفصل الاول المصادر وين تنتقل من خلال هاي الكلمه؟ راح اقول له انتقل للمصادر وانطيه موافق
بحيث هسه لما انقر هيك راح يحولني للمصادر هو قبل. تمام هو سوي بس قاعد يسوي اياك. تمام سنت. تمام هاي شنو تفيدكم انتم مرات؟ مرات تفيدكم بالاشكال. شوفوا وياي راح اعطيكم مثال لك حتى هم هو اعاده للموضوع وهم ماتين حتى تفتهموا اكثر انه مو بس العفو مو بس كلمه يعني ممكن شكل نفسه انطي اشاره مرجعيه وممكن جدول انطي اشاره مرجعيه. مثلا راح ناخذ هنا بالاخير راح نمشي بالاخير ونسوي نفذ جدول ندرج النفذ جدول هنا زين حتى هم انطيكم او صوره او جدول. خلينا ناخذ جدول مثلا هي شفت جدول جبته انا نزلته هنا ماشي. هذا الجدول من نكتب اي شيء احنا ما يهمنا راح اشرح كليته هذا الجدول راح اشرح هذا الجدول. الجدول هذا راح اسوي اشاره مرجعيه راح اروح من ادراج هذا الجدول اول شيء اشرته واروح اقول له هذا الجدول اريده يكون اشاره مرجعيه واسميه مثلا اقول له اقول جدول مثلا 2 او جدول 3 مثلا زين واقول له اضافه. الجدول كله سويته اشاره مرجعيه زين. شلون اني اوصل له مثلا اني بالبدايه اثناء الشرح مالتي خلينا نفرض هنا ننزل اثناء الشرح مالتي قلت وكما ها مثلا اقول للاطلاع على الجدول انقر هنا مثلا اضغط هنا خلينا نقول مو انقر اضغط هنا ماشي. خلينا نصغرها شوي لان صارت كلش كبيره. ففيها اللي من دائما نضغط هنا وعلى كلمه هنا لما تروح لها يحولك على موقع يحولك على كذا. شوف كلمه هنا ركزوا وياي راح أأشر بس كلمة هنا هاي وراح أقول له سوي لي ارتباط تشعبي لهاي الكلمة ارتباط تشعب ويا من ويا جدول. رحت إلى مكان في هذا المستند صار عندي ثلاثة إشارات مرجعة. فصل أول مصادر جدول راح أقول له ويا كلمة جدول هذا زين وراح أنطيه موافق. شوف شنو اللي صارت تحولت إلى رابط للاطلاع على الجدول اضغط هنا. راح أنا لما أروح على هاي كلمة هنا وانقر عليها وين راح يحولني على الجدول. اوكي شباب بنات مفهومه؟ نعم صار مفهوم. كافي 20 مره عدناها شنو ما مفهومه؟ مفهومه استاذ. يلا عيني ماشي بنات وين صوتكم؟ سؤال سمعونا صوتكم يا بشوخات لا تمام الامور تمام. يلا ان شاء الله خير. هذا عقلي سؤال هسه احنا اشتغلنا على الوورد وسوينا الانتقالات نعم. من نحول البي دي اف تظل نفس هاي الانتقالات بس مال هاي الروابط ايضا تبقى اي عندك تبقى هسه لو نحولها تبقى مثل ما نضغط هنا وكذا غير ايه تبقى مواد سوينا بي دي اف اي ايضا تبقى عندك يعني تبقى على شكل رابط هاي. اوكي ماشي ماشي هسه اوكي شباب مفهومه تمام. لما نرجع حتى ما ندوخ نفسنا بعد اكثر ناخذ بس طبعا هي بيها تفاصيل هوايه بيها تفاصيل هوايه طبعا ها تقدر تسوون من خلالها تسوون مسابقه كامله زين. ها مثلا هم من سيربح المليون وكذا شايفيها لما تضغط هنا يحولك يقول لك هاي اجابه صحيحه لو خطا لما يعني انت فتسوي ارتباط واحده بوحده يعني تقدر انت تسوي هنا جداول ومربعات وكذا وكل واحده تنطيها ارتباط تشعبي وتسوي السؤال على ضوء السؤال اذا تختار هذا يحولك على غير شيء. فقصدي حتى تقدر تسوي فيها مسابقه كذا تقدر كلها تصممها من خلال هذا الارتباط التشعبي مالتك. انت اهم شيء فهمت الفكره بالاول. عفوا من عندها. هسه نجي على فد شيء اسمه الراس والتذليل، راس وتذليل الصفحه. شايفين انت لما انا اريد اسوي مثلا فد محاضره واريد اكتب اسمي لي فوق يكون مره واحده يعني حتى يظهر بكل شو اسمه بكل الملف يعني مثلا راح اشوفكم هاي هسه مثلا الشباب مسوين هاي طبعا انا اقدر اسرقها من عندهم واحط اسمي بس هو جهودهم فاحنا ما نريد لان احنا كنا فريق واحد بمركز الحاسبه. انا كملت مالت الباوربوينت وهم كملوا مالت الوورد الولد اللي هم سفيان وصفاء زين. فهسه الشباب ايش سووا راحوا للوورد طبعا موجوده صفحه الوورد انا عندي الوورد اقدر اعدل على هاي واخلي اسمي وكذا بس احنا حتى نحتفظ بالمصدر جماعه. سووا جماعه هنا سووا شيء اسمه
رأس الصفحة ثبتوا به هاي المعلومات. ليش؟ حتى لما ينتقلون مو كل مرة يكتبوها، شوفوا كل صفحة نفس الكلمة نفس التنسيق موجود، كل صفحة نفسها، هذا وورد وكذا اعداد كذا كذا. هذا شو راح نسوي طبعا، ونفس الحالة اذا عندكم تريد تسوون شيء لي جوه هوامش، مثلا واحد يريد يسوي ملف ولي جوه يكتب العنوان مالته، زين خو ما كل صفحة يجي يكتب العنوان كل صفحة، لا شلون نثبتها؟ راح نرجع للورد مالتنا بكل سهولة، راح نجي الى شيء اسمه رأس الصفحة وتدلي، راح ناخذ رأس الصفحة. فايش قال لي؟ قال لي تريد تسوي رأس الصفحة هيجي هيجي اي نموذج؟ خلينا ناخذ النموذج اللي مشتغل الشباب، خلينا نقول هذا باوعو هسه. هذا ايش راح نكتب به هنا؟ مثلا خلينا نقول طب احنا واقفين على اول صفحة، وراح يكتب لي على كل الصفحات هذا، راح نكتب عنوان المستند اللي فوق. مثلا اكتب محاضرة الحاسوب، خلينا نقول يوم جد بالشهر 3/2 2021 ماشي. بس هنا هاي محاضرة الحاسوب، لان كتبتها فوق، لان كتبتها اول واحدة هنا، زين راح تظهر لي بكل المستند باعو. وين ما راح اني انزل اي صفحه جديده راح اسوي هسه كملت الجدول، اذا انزل افتح صفحه جديده قبل اللي فوق راح يكتب لي هاي محاضره الحاسوب. شوف راسا طلع لي محاضره الحاسوب، ليش؟ لان انا خليته هنا بالراس وتدليل، يعني راحت من ادراج، من ادراج العفو، قلت له راس الصفحه هو هذا، فانطاني هذا الراس الصفحه اللي فوق حتى يبقى ثابت بكل الصفحات. هاي مفهومه. اثنين، عندي اللي قلت لكم علي مثلا العنوان اللي هو لازم يكون اسفل الصفحه، راح اروح الى ادراج اقول له تذليل بر، نفس الشيء التذليل. خلينا ناخذ نفس النموذج حتى انتم ما دام فهمتوا، راح ناخذ هذا مثلا هنا اسفل الصفحه، نفرض خلينا نكتب او ارقام صفحات، خلينا نكتب مثلا العنوان، نقدر ناخذ على اليمين زين، مثلا الرمادي كذا كذا مثلا ماشي، الرمادي ماشي. هسه وياي هذا المفروض يظهر بالكل، نشوفه صحيح. هسه هذا فوق المحاضره والجوه، هذا صار العنوان الرمادي واللي جوه ايضا راح يبقى ثابت ويانا ماشي، راح يبقى ثابت ويانا بكل الصفحات زين. هذا الرئيس والتذليل بكل سهوله. احنا راح نشيل التذليل الصفحه على مود، ليش؟ راح ننطيه احنا ترقيم رقم، نقدر نخليه على شكل رقم، نعم نقدر، فاحنا راح نلغي هاي كلها، نعوفها كلمة ال، نرجع على اول صفحة نرجع على اول صفحة. هنا اريد انطي ارقام الصفحات لي جوه، اريد يظهر لي رقم الصفحات، تترقم الصفحات عندي. ايش راح نسوي شباب؟ راح نروح الى ادراج رقم الصفحه بكل سهوله، ادراج رقم الصفحه. هنا انا تريد رقم الصفحه وين؟ اعلى، ايسر، اسفل، كيفك انت وين تريدها؟ احنا المعتاد عليه ناخذها بالاسفل. اوكي، اختاريت اسفل. وين تريدها بالاسفل؟ على اليمين، على اليسار، على النص، لو تريد غير نماذج، مثلا واحد يختار هاي، واحد يختار هاي، اي واحده من الدول، مثلا خلينا ناخذ هاي لان تكون واضحه كلش، مثلا هاي زين. شوف شنو اللي صار، بلش رقم لي اياها ماشي. يعني انا بس انطيت اول وحده، انطيت اول وحده وهو بلش رقم لي اياها، بس ليش بدال من اثنين؟ احتمال اكو بالاعدادات، راح نرجع الى ادراج، هو من تنسيق، راح نروح صفحه اولى. طبعا اذا اول صفحه تريدوها مختلفه، هو من التصميم هذا، لما انا رحت على العفو على الجو اللي هو هذا ارقام الصفحات، دائما من تصميم يقول لك تريد الصفحه الاولى مختلفه، راح اقول له الصفحه الاولى خليها مختلفه حتى ما تظهر، ما يظهر بها الصفحه الاولى زين، يبلش لي من الصفحه الثانيه وهو ماشي زين. اكو فقره اللي هي منين بادي، هو بادي من اثنين، فراح نروح الى ارقام الصفحات، نروح على تنسيق ارقام الصفحات،
باعوه هنا الخطأ إنه أنا قال لي بلش لي من اثنين زين، فممكن أقول له بلش لي من واحد، أخليه هيك أنزل أقول له واحد أنطيه موافق زين. إيش راح يسوي؟ راح يبلش لي من رقم واحد وهو ماشي، لأن هاي أول واحدة راح تكون مختلفة، فراح يتركها اللي هي رقم واحد، راح يبلش لي اثنين ثلاثة وهو ماشي. هاي إذا أنا خليتها رقم الأولى مختلفة، الأولى على مود ما ينطيها، لأن دائما مرات الأولى أول صفحة من تصميم باع من تصميم، قلت له الصفحة الأولى خلي لها مختلفة، يعني لا تخلي لي بها التنسيق هذا اللي أريده أنا اللي أنا سويته. ليش؟ ممكن أنت أول صفحة أنت مسويها بس على مود تكتب بها العنوان البحث مالتك، اسمك أنت المشرف، يعني مو من ضمن البحث، يعني قصد تكون واجهية البحث. إذا أرد أرجعها بس أشيل هاي التأشيرة من تصميم راح تصير باعه، رجعت لي هي من واحد وأني ماشي، رجعت التنسيقات كلها اللي سويتها أنا رجعت لي. طبعا وأقدر أغير، يعني أنت لما تجي لهذا للترقيم الصفحات هاي زين، أنت تقدر تغير بها، راح تطلع لك هاي الأرقام زين، وتقدر تغير بها شو تريد تسوي سوي، يعني مثلا تقدر تغير الشكل مالتها، خلينا نقول هي أسفل بس أريد مو هذا الشكل، خلينا نقول ناخذ هذا مثلا زين، شوف تغير صار هذا. فدائما انت لما تنقر عليها يطلع لك هنا تنسيق ويطلع لك تصميم. التنسيق والتصميم دول خاصين بها، تتذكرون لما حكينا قبل فتره حكينا على قلنا لما نجيب صوره لما نجيب شكل قبل يظهر لي وياها هنا تنسيق وتصميم حتى اقدر ارتب بها، يعني هسه هذا الشكل اقدر اعدل عليه ايضا، اقدر اغير الشكل مالته زين ويكون ثابت بكل الصفحات. هسه نفرض هيك اريده اني ماشي، لما راح انزل جوا راح الاقيه بالكل هو نفس الشكل باعه. طبعا هذا كلش مهم يفيدكم انتم لما ان شاء الله تسوون بحوث تبلشون مثلا تدريس راد منكم تقارير او كذا تستفادون منه. موضوع كلش سهل راح اعيده بسرعه، خاف واحد ما ركز ويانا، راح نعيد ركز ويانا شويه. كلش سهل، عندي رأس وتذليل وعندي ارقام الصفحات بكل سهوله. الرأس هو اقصد به هذا الرأس اللي فوق هنا، هنا راح يصير اكتف فتشي يكون ثابت بكل الصفحات، هذا الرأس مفهوم. التذليل نرجع الى ادراج، تذليل اقصد به ذيل الصفحه هنا لي جوا، هسه غيرنا على مود بس تشوفون، راح اكتب اي شيء هنا راح ينكتب لي لي جوا ويبقى لي ثابت بكل الصفحات. والارقام الصفحات هي كلش سهله، انه راح اروح الى ادراج واقول له رقم الصفحة أعلى أسفل أيمن أيسر، إحنا اختارنا قلنا له أريد أسفل، وقلنا له اختارنا مثلا أي نموذج من ذولي، إحنا اختارنا أي واحد، خلينا نختار هذا مثلا، نغير مثلا هذا زين. هسه صار عندي رقم صفحات أيضا، شوفوا هذا اللي جوه ماشي. أقدر أول صفحة أخليها تختلف، نعم، من تنسيق من تصميم العفو من تصميم، اقول له الصفحه الاولى هسه راح من تصميم يا معود هاي، اقول له الصفحه الاولى خليها مختلفه زين حتى يبلش لي من الصفحه الثانيه، التنسيقات تبدي من الصفحه الثانيه وهو ماشي. الصفحه الاولى ممكن انا اريد بها اكتب اسمي العنوان كذا، اريدها تكون مختلفه. تمام شباب بنات عيني افتهمتوا؟ واضحه ان شاء الله. اي يعني كان الصوت اوكي، يعني متطابق ويا الشرح، اي احسن من الاول. تمام خلينا نشوف شنو بقى عندنا هسه. عفوا استاذ حسين فصل عندنا النت، شلون حسين فصل عندنا النت؟ ماشي هو يرجع. عفوا استاذ. اوكي عندنا حضور زين 83 كل زين، تفضل يعني استاذ. بخصوص الرأس الصفحه من اضيف، صار عندنا 87 الحضور، يعني كل زين، فراح اغلق الحضور بعد ما يسجل استاذ. حسين ما يقدر يدخل. حسين شنو؟ حسين ما يقدر يدخل، يقول فصل عند النت وهو الممثل. ايه حسين على حسين على حسين. اوكي هذا قدام مسجل حضور.
مسجلين حضور. اوكي خلي اقفل الحضور انا بالاول حتى بس انا بعمل مسجل. احنا المحاضره راح تكمل. ليش ما شفت الرابط؟ ما وصلني رابط يمك حبيبي، مو تخاف دخلت متاخر. رابط يمك بالبتشات، ترجع للتشات تلاقي موجود. ما موجود عندي، دخلت متاخر وما انا شفته. هذا نزلت لك اياه تقى، يلا شوفه. تمام العفو استاذ، يلا سجل حضور لين راح اقفل الحضور يا شباب. العفو استاذ. نعم عيني مزاح. استاذ تويت اسمعت رحمك انت ضياء فصل عند النج قال لي حسين حسين ما بلغ يا حسين قبل ربع ساعة حتى اوكي مسجل حضور مو حسين ضياء ضياء آه ضياء نعم ماشي هسه نشوف هسه منو آخر واحد سجل بيكم. طاهر طاهر الحمد لله على السلامة. والله الحمد لله استاذ سؤال آخر واحد شو آخر ما انتبهت والله يلا خير إن شاء الله إن شاء الله. ماشي يعني قولي ادخل استاذ يقول لي ادخل كلمة المرور وما خلت رقم ما كتبته وما دخلت. ليش خاف انت مسوي خروج من الحساب مالتك؟ لا والله استاذ عاد انا كل محاضرة ادخل في هذا الحساب وادخل يعني. يعني قد هو حولك بس قال لك اعطيني رقم يعني طاش الايميل وقال لك رقم الدخول داخلي حتى تدخلين للفورم يعني ما اقدر. نعم استاذ قولي ادخل كلمة المرور. عندك خطأ كلمة المرور هسه أنا هسه أسوي لك إياها ما يخالف هسه أغيرها وأسوي لك واحدة جديدة. تمام أستاذ شكرا. ما أشوف شدة لا لا بس رأس الصفحة. أستاذ من أضيفه يعني الوورد تطلع بين صفحة وصفحة ما تطلع كل اللي المواقف أنت مسويها بين واحدة واحدة يعني أنت بالتنسيقات باوع. اخوي نانا مرات من تضغطها مو هي بيها وايد تفاصيل بس احنا ما بدنا ندوق بيها. هنا انا باوع ويا بالتصميم الصفحات الفرديه والزوجيه مختلفه، هنا راح تكون عندك هذا هنا الاختلاف. هنا انت راح تلقى نفسك مأشرها، راح تلقى نفسك مأشرها بس شيل التأشيرة مو هسه مات الوورد 2000 لما تروح بالتصميم هسه ادراج وعندنا الصفحه احنا بدنا هو برأس الصفحة لما تحدد رأس الصفحة يطلع لك هنا شيء اسمه تصميم. هنا بالتصميم اكو الصفحة الأولى مختلفة لا تتغير واكو باوع الثاني وحدة كاتب لك الصفحات الفردية والزوجية تكون مختلفة راح تضيف بين صفحة وصفحة أنت مأشرها بس شيلها راح تمشي الأمور عندك. احنا اكو تفاصيل دقيقة صحيح الصفحات الفردية والزوجية مختلفة.